أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي جوري 6، معاكم مستر عماد فوزي، والنهاردة معدنا مع الوحدة السادسة نهاية الترم الأول فورست تيرم. وطبعا الوحدة السادسة بتتكلم على ذا لوست سيتي اللي هي المدينة المفقودة، وزي ما تعودنا هنبدأ بالكلمات المهمة الموجودة على اليونت معانا، وطبعا نشرح الجرامر ستاد اللي هي القواعد، ونحل الريرايت، وطبعا exercises underline. Unit 6 بتكلم على the lost city، المدينة المفقودة. أول حاجة في الكلمات معانا كده person، person يعني شخص، city يعني مدينة، Atlantis اللي هي القارة المفقودة، follow يعني يتبع، voyage يعني رحلة بحرية، aeroplane طيارة، jungle يعني غابة، unconscious يعني غير واعي، farther farther يعني بعيد، reach يعني يصل، bracelet bracelet يعني غويشة، incredible يعني لا يصدق، clue يعني دليل، trough يعني كأس، warn يعني يحذر، cut يقطع، village قرية، fresh يعني طازج، direction يعني اتجاه، stick يعني عصا، accident يعني حادث، exhausted يعني منهك أو متعب، crash يعني يحطم، promise يعني يعد، ولو هي طبعا noun هتبقى promise يعني وعد، legend يعني أسطورة، port يعني ميناء، fountain يعني نافورة، invent يخترع، huge يعني ضخم، volcano يعني بركان، erupt يعني يسور، survived يعني على قيد الحياة، headache يعني صداع، town يعني مدينة، fortunately يعني لحسن الحظ، stream يعني جدول مياه، river نهر، string rays يعني سمك بيلدغ، بيروت يعني بغبغاء، feed يعني يطعم، ميكانيك ميكانيكي، engine يعني موتور، give a lift ينقل، count يعني يعد، smile يبتسم، survivors يعني باقون أو على قيد الحياة، impossible يعني مستحيل، alive يعني على قيد الحياة، love يعني يضحك، careful يعني حريص، professor يعني أستاذ جامعي، medicine يعني دواء، sun bath يعني حمام شمس، sunburned اللي هو حرق الشمس، diver اللي هو الغواص، reporter يعني مراسل صحفي، expedition يعني سرعة، واكسبيديشن هنا برضو يعني رحلة، ناخد بالنا من الحاجات دي. درس الجرامر ستادي، جرامر ستادي اللي موجود معانا النهاردة على يونت 6 الوحدة السادسة، يتكلم على حاجة اسمها دايركت اندايركت سبيتش، طبعا اللي هو الكلام المباشر وغير المباشر، او الكلام طبعا ايه المنقول، تمام. طيب علشان انا اشتغل على الدرس ده واعرف احول جملة من دايركت لاندايركت بطريقة سهلة جدا، لازم اتبع الخطوات التالية. لو لقيت اول خطوة معايا سيد، اوكي، اخليها سيد زي ما هي، اوكي، ولو لقيتها سيد تو احولها الى ايه، تولد. بسيط جدا، نقول تاني مع بعضينا، يبقى سيد تبقى سيد زي ما هي، سيد تو تبقى تولد. وبعد كده في خطوات اتبعها عند التحويل من المباشر الى غير المباشر، ازاي؟ اول حاجة طبعا يتم فك الاقواس، بنفك الاقواس طبعا، بعد كده الخطوة اللي بعديها نربط بذات، اوكي، الخطوة اللي بعد كده يتم ترتيب الجملة الى فاعل، فعل مفعول، ويتم تحويل الازمنة كالتالي. لو لقيت طبعا الجملة في زمن البريزنت سيمبل هحولها الى باست سيمبل، ده اول حاجة. ولو لقيت الجملة في زمن الباست سيمبل طبعا هحولها الى باست بيرفكت، احولها الى باست ايه، بيرفكت. ناخد بالنا من الكلام ده، يعني لو الجملة كانت في البريزنت سيمبل تبقى باست سيمبل، ولو كانت باست سيمبل تبقى باست ايه، بيرفكت، ولو كانت بريزنت كونتينوس مضارع مستمر تحولها الى باست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر.
ولو كانت الجملة في الزمن الـ present perfect اللي هو المضارع التام، تحولها إلى past perfect ماضي تام. ولو لقيت will هتحولها إلى would، ولو لقيت can تحولها إلى could. yes، فهمنا الخطوات لحد كده؟ أشرحهم تاني. set تتحول إلى sit زي ما هي، sit to تتحول إلى told. خطوات بقى اللي نتبعها بعد كده: فك الأكواس، نربط بذات، ترتيب الجملة إلى فاعل وفعل ومفعول، تحويل الأزمنة من present simple إلى past simple، و past simple ل past perfect، و present continuous إلى past continuous، و present perfect إلى past perfect، will تبقى would، كان تبقى could. نشوف أول example مع بعضينا. أول مثال: الجملة دي هنا في الزمن ال present perfect اللي هي I have enjoyed swimming since I was baby. Since I was a baby. Okay؟ قال لي حول الجملة دي من دايركت الى اندايركت. هو بيقول لي said to me، هو قال لي ان هو استمتع بالسباحة منذ كان بيبي صغير. yes. لما اجي احولها بقى ابدأ اظبط نفسي كده واتبع الخطوات اللي احنا قلنا عليها. اول حاجة said to تتحول الى told. اوكي، يبقى he told me. اوكي، تاني خطوة قال لي اربط بذات، ربطت بذات. تالت خطوة قال لي رتب الجملة الى فاعل، اهو هي. اوكي، وبعد كده فعل ومفعول والكلام دوا، احول الزمن من present perfect اللي هي have الى had، وبعد كده enjoy ده، يبقى he had enjoyed swimming since he was baby أو a baby. حولت الجملة من زمن present perfect have plus ال baby إلى had plus ال baby. نشوف تاني واحدة: John said to me pull talk my pull off me. yes. طيب الخطوة الأولانية قلنا said to تتحول إلى yes told، يبقى نقول له جون told me. جون told me. الخطوة اللي بعد كده الربط بمين؟ بذات. الخطوة اللي بعد كده الفاعل اهو بول. اوكي، ولو لقينا الجملة في الباست سيمبل، شوف هنا ركز معايا، لو لقينا الجملة في الباست سيمبل نحولها الى باست بيرفكت. طيب ما هي الجملة هنا في زمن الباست سيمبل توك اهو اخذ، يبقى نحولها الباست بيرفكت اللي هي هاد بلس البي بي. احط اهو هاد واجيب التصريف الثالث من توك اللي هي تيكن، يبقى بول هاد تيكن هيز بول اوف هيم. يس، يعني جون قال او اخبرني انه خد الكورة بتاعته منه. يس، وما ننساش طبعا مراعاة تحويل ضمائر الملكية والمخاطب اهو. اوكي، والمفعول، يعني ضمير المفعول مي هنا تحول هم، عشان خاطر طبعا مين؟ عشان انا بتكلم على بول هي، وضمير الملكية ماي اتحول هنا الى هز. ما يتحولت إلى his. Number three: I can carry the heavy bag said Ali. يبقى said زي ما هي، يبقى Ali said okay، واربط بذات والفعل هنا هي، وحول كان إلى could carry the heavy bag. could carry the heavy bag يعني ألي قال إن هو قدر يحمل الهيفي باج اللي هي الشنطة الثقيلة. ده بالنسبة لكان كود. كان كود.
السنتس اللي بعد كده أحمد said I go to Alexandria every summer. every إيه؟ summer. لما تيجي تتكلم هنا هتلاقي إن الجملة هنا في زمن الـ present simple اللي هو أول حاجة معانا تحويل من present simple إلى past simple. أوكي؟ هتبقى كارثة لو أنت مش عارف يعني إيه present simple و past simple و present continuous و past continuous و present perfect و past perfect. لو مش عارف الحاجات دي كلها هتبقى كارثة، مش هتعرف تشتغل. لو مش عارف كل زمن بيتكون من إيه ولما تيجي تحوله هتحوله إزاي برضه هتبقى كارثة. عشان كده لازم تدرس الأزمنة التنسس كويس. الجملة بتقول أحمد said I go to Alexandria every summer. أحمد قال إن أنا بروح اسكندرية كل summer. حول يبقى ألي. أوكي أور أحمد said that يبقى أقول said بتنزل زي ما هي، والربط هنا أول حاجة بذات وفكيت الأكواس طبعا، والفاعل هنا هي. أوكي وحولت طبعا present simple go إلى went. He went to Alexandria every summer. Yes. الجملة اللي بعد كده نورا said I will help my sister with her homework. طبعا هنا will هنحولها الى would. يبقى طبعا said تتحول ولا تقعد زي ما هي، تبقى زي ما هي said اهو، والربط بذات، والفاعل هنا she عشان بتتكلم على نورا. يبقى نورا said that she، وحول will الى would. اوكي واكمل جملتي عادي واحول ضمار الايه الملكيه والمخاطب والحاجات دي. would help her. اوكي يعني اهو my. yes. ازاي ما نحل تمارير الرايت على الدايركت والاندايركت سبيتش؟ تعال نشوف مع بعضينا كده سؤال الرايت. الرايت is the following sentence using the words in practice. number one He said to me, I have enjoyed swimming since I was a baby. اللي استخدم told. Okay. احنا قلنا اول حاجة ان said to في بداية التحويل said to تتحول الى ايه؟ told. Okay. طب تعالى نحلها مع بعض. نقول he بقى told me. told ايه؟ me. Okay. واربط بقى بمين الخطوة اللي بعديها بذات. Okay. أرتب بقى الجملة إلى فاعل وفعل ومفعول وحول الأزمنة اللي هي إيه؟ الفعل هنا I هيتحول إلى he. ليه مستر تحول إلى he هنا؟ الـ I عشان هنا بدأت بمين؟ بهي. أوكي؟ عشان بتكلم عنه هو. طيب وأحول بقى المضارع التام إلى ماضي تام اللي هي have تبقى had. وأكمل enjoyed yes swimming. Okay, since he was a baby. Okay, خلصت الجملة. تمام كده؟ يبقى he told me that he had enjoyed swimming since he was a baby. Sentence number two. He said I have always wanted to be a good swimmer. Swimmer استخدم that. يبقى نبدأ بكده. He said مستر قال لك ان سد زي ما هي يبقى هي سد. اوكي واربط هنا بذات، والاي تتحول الى هي، وهاف تتحول الى هاد. اوكي always wanted to be a good swimmer. yes. الجملة اللي بعديها He said to me, I have trained every day for years. اللي استخدم told. احنا قلنا ان said to تتحول الى told. يبقى he told me. واربط بالذات. اوكي والاي تتحول الى he. وهاف تتحول الى had. والبي بي زي ما هو trained. يبقى he had trained every day. اوكي فور ايرز. فور ايه؟ ايرز. الجمله اللي بعد كده نمبر 4
زياف won three trophies. هل استخدم that؟ يبقى نقول he said مثلا، أو زي عادي برضو، زي said that. أوكي، هم قال إن هم زي have تتحول إلى had، won زي ما هي البي بي، ونقول له three trophies يعني فازوا بإيه؟ بثلاث كؤوس. sentence number five مختلفة شوية لأنها على will. I will go there tomorrow. أوكي، هل استخدم that؟ يبقى نقول له أنا said that. أوكي، الآي تتحول إلى she، will تتحول إلى would. أوكي، go there tomorrow تتحول إلى the following day. Yes، ناخد بالنا من tomorrow تتحول إلى the following day يعني اليوم التالي أو the next day. نيجي number 6. Janet said to her friend my father is coming to take me home. طبعا الجملة دي present continuous هتتحول إلى past continuous. يبقى أول حاجة نقول له Janet told her friend، أربط بذات، يبقى told her friend. أوكي، ذات my father تتحول إلى her father. أوكي، is تتحول إلى was، coming زي ما هي، to take me تتحول إلى her. Yes، who، وخلصت الجملة. Number 7. John said to me pull talk my pull of me. أوكي، طيب نحلها ازاي بقى؟ هنقول John told me، احنا قلنا said to تتحول الى told، told me واربط بمين بذات، واجيب الفعل بقى اللي هو pull، لان pull هنا شخصية تانية. احول بقى ماضي بسيط الى ماضي تام had، واجيب الماضي اللي من talk اللي هي التصريف الثالث taken. اوكي، take talk taken، يبقى had taken his pull of him. أوكي، اللي بعديها I can carry the heavy bag said Ali. يبقى نبدأ كده ب Ali said، واربط بذات. أوكي، he could yeah carry the heavy bag. أوكي، sentence اللي بعد كده number 9. Ahmed said I go to Alexandria every summer. طبعا دي جملة على present simple، ناخد بالنا نشوفها تتحول ازاي. هل استخدم that؟ يبقى نقول أحمد أو أحمد said that L. أوكي، he go تتحول إلى past اللي هي went، to Alex yes every summer. ونيجي قافلين الجملة اللي بعد كده number 10، بتقول she said to me I'll help you with your work. اوكي، I'll sudden promised yes. يبقى نقول له she promised، she be promised me. اوكي، that she will تتحول الى would help me. اوكي،
with my homework. ناخد بالنا من تحويل كل صفات الملكية وضمائر المفعول والمخاطب. ناخد بالنا من التحويلات دي جدا. Yes, he said my computer won't work. قال استخدم complained, اشتكى. يبقى نقول له he complained. Complained يعني اشتكى. That yes his computer, واللي طبعا تبقى ايه wouldn't work. ايه حولت won't الى ايه wouldn't. Sentence number 12. The man said to me the dog will bite me. اللي استخدم warned. يبقى the man warned me. The man warned me that the dog, okay, would bite me. Yes. يعني my اتحولت الى ايه طبعا اوكي الى her sister. ايه her sister. Yes with her homework. الجملة بعد كده براون said to me, خد بالك هي said to طبعا تتحول الى ايه told me. ايه yes. والربط هنا طبعا بمين بذات. واحاول طبعا ارتب الجمله الى فاعل اهو هي. وابدا احول الزمن اللي معايا اللي هو البريزنت كونتينوس ام دوينج اهو الى باست كونتينوس اللي هي was. يس واكمل دوينج واحول طبعا ضمير الملكيه ماي الى هيز عشان انا بنقل الكلام عن براون. فبقول براون تولد مي اخبرني بان هو كان هيعمل الواجب بتاعه doing his homework. doing his homework. اوكي الحته اللي بعد كده ممكن استخدم promised يعني وعدني او warned حذرني او complained شكا بدل طبعا مين said وايه وطلت بدل said وايه وطلت. طب ازاي تعال نشوف. يقول لك she said to me ايه said to me I'll help you with your homework. طبعا عندي will احولها ل would. فانا استخدمت بدل said to اللي كنت احولها الى told انا استخدمت promised me وعدني. اوكي يبقى he promised me وربطت هنا بمين بذات وجبت الفاعل هنا he. بعد ما طبعا كل ما ده ما فكيت الاكواس يبقى هي بروميسد مي وعدني بان هو حولت ويل الى وود هيساعدني ويز ماي هوم وورك. يس طبعا ما ننساش تحويل ضمائر المفعول اللي هي مي اهو وضمير الملكيه يور الى صفه الملكيه الى ضمير ايه صفه ايه ملكيه يور الى ايه ماي. اللي بعد كده he said my computer won't work. قال استخدم complained يجي هنا يقول له complained يبقى he complained يبقى بدل said حطيت مين complained اشتكى وربطت بمين بالذات. اوكي وحطيت هنا my computer الى his computer حولت طبعا صفة الملكية my الى his okay computer. يبقى his computer وحولت won't الى wouldn't work. الجملة اللي بعد كده my father said that the lion will attack you. الحذر warned يبقى my father warned that ربطت that وحطيت the lion وحولت will الى would attack وحولت ضمير المفعول
يو إلى إيه؟ مي. أوكي؟ ده بالنسبة ليه؟ للجملة. speech اللي هو المباشر وغير المباشر بينقسم إلى ثلاث حاجات: جملة خبرية اللي هي statement sentence اللي احنا خدناها دلوقتي statement. أوكي؟ احنا خدنا دلوقتي statement sentence اللي هي جملة خبرية. النوع الثاني حاجة اسمها الجملة الأمرية imperative sentence. أوكي؟ جملة إيه؟ أمرية. أهو في الجملة الأمرية، أوكي، يقول لك close the door please. close the door إيه؟ please. yes close the door please. وكسينهم ويجي يقول لك استخدم told، يبقى تقول له he told مثلا his sister. yes في الجملة الأمرية إذا كانت مثبتة نربط ب to plus الانفينيتيف، يعني to close to ايه close، مفيش تحولات هنا ماضي ولا present ولا الكلام ده كله، to plus infinitive. اوكي يبقى he told his sister to close the door. طيب sit down the teacher told me، يبقى اقول له the teacher told me، واربط هنا بمين؟ ب to. اوكي واجيب الانفينيتيف ست زي ما هو to sit down، يبقى المستر اخبرني ان انا اقعد told me to sit down. طيب اذا كانت الجملة منفية فنربط بايه؟ بنوت تو بلس انفينيتيف. نوت تو بلس ايه؟ انفينيتيف. يجي يقول له don't shout، ما تقعدش تصرخ. my mother told me، يبقى تيجي تحاول تقول له my mother told me، والربط هنا بنوت to shout. not to ايه؟ shout. ده اذا كانت جملة ايه؟ منفية. اوكي؟ يبقى اذا كانت جملة امرية مثبتة نربط ب to plus infinitive، واذا كانت جملة امرية منفية نربط ب not to plus infinitive. اوكي؟ اهي. بالنسبة للرايت بتاع الجملة الكوماند او الجملة الامبيراتيف الامرية، اوكي قال لي sit down the teacher told me، نحلها ازاي؟ بنقول له the teacher told me. اوكي نربط بايه هنا بقى؟ to plus infinitive بقى to sit down. اوكي وخلص. لو كانت جملة مثبتة نربط ب to plus infinitive، لو جملة امرية زي اللي جاية دي شوف هنحلها مع بعض ازاي. نقول له don't shout my mother told me، يبقى نقول له my mother told me not to shout. اوكي يبقى نربط بنوت to plus infinitive. نيجي للجملة اللي بعديها don't eat in class، ما تاكلش في الفصل. يقول لك the teacher told ندى، يبقى the teacher told Nada not to eat in class. yes نيجي بعد كده للجملة اللي بعديها open your book the teacher told the class، يبقى نقول the teacher told the class to open their book. don't copy other children's work the teacher told me. بقول له the teacher told me not to copy the other children's work. yes دي كل الجمل اللي كانت معانا على ال command sentence اللي هي الجملة الأمرية. طبعا احنا حلينا على كل حاجة مثال
نعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة كده لغاية ما نتعلم نحلها ازاي. اوكي، Unit 6, Lesson 1 and 2, Speaking, I have made a cake. I have made a cake. يبقى حول she said that she had made a cake. I have broken my glasses. He said that he had broken his glasses. Okay? الجملة اللي بعد كده. We have had our lunch. He said that they had their lunch. We haven't put a present yet. They said that they hadn't put a present yet. Exercises lesson 1 and 2. Imad is very kind. His friend is. Okay? طبعا هنا kind تاخد حرف الجر to. يبقى kind to his friends. He enjoyed the paper. طبعا enjoyed من الأفعال اللي بيجي بعدها verb plus ing for reading the paper. اللي بعد كده he has friend for a week. okay يبقى he hadn't meet or hasn't met. okay طبعا الإجابة هنا hasn't met لأن the present perfect اللي هو have أو has plus ال BB. yes اللي بعد كده the little girl looked. okay يعني البنت الصغيرة looked هنا بمعنى يبدو أو بدت. أوكي طبعا هنا sad. yes number 5 the compass اللي هي البوصلة compass needle points the north. طبعا بتاخد حرف الجر to point to تشير إلى. he has pencil and he is looking for it. هو طبعا ضيع القلم الرصاص بتاعه وبيدور عليه طبعا lost هنا يعني فقد. I like that on my sister's hand. طبعا البريسلت هنا يعني الغويشة اللي بتلبسها في اليد. They built a castle the peach. طبعا البيتش اللي هو الشاطئ ياخد at أو on the peach. yes I can't believe it. It's حاجة ما تقدرش تصدقها فتقول it's incredible يعني لا تصدق. Thank you for your kindness. طبعا kindness اللي هو ايه عطفك فانت بترد عليه طبعا تقول له ايه you are welcome يعني او you're welcome يعني العفو. The boat the land and couldn't go any further. طبعا ريتشد هنا لأنها من غير حرف جر without a preposition بدون حرف جر. طب arrived can I arrived at. طب لو got can I to. I have furnished my homework at last. طب at last هنا يعني في النهاية أو في الآخر. yes number 13 the police knew the criminal as they found some. طبعا لقيوا بعض الكلوز دي هي اللي بعض الأدلة اللي بيلاقوها ايه على الجريمة او المجرمين. he said he was hungry. يبقى he said that. طبعا احنا قلنا بنربط بسد وبعدها that. she me that she didn't go to the club. okay طبعا told me هنا نقول ايه told. yes The captain them that they had reached land. يبقى told them. Number 17, he is a captain that he had helped them a lot. يبقى he told the captain. Number 18 say that somebody had left a bracelet on the beach. He said that. Okay. اللي بعديها the policeman that he had found a clue at last. يبقى ال policeman said that. My father mean not to go in the park after dark. يبقى told me. yes Tom
said that he had seen me at the cinema at the weekend. They been playing football all afternoon. Yes, طبعا هنختار said that. I my friend Jane to meet me at the cave. But I told my أخبرت صاحبتي my friend Jane. Yes. اللي بعديها Jane that she would be there at 6 o'clock. يبقى said that. Louisa said that she a cake. طبعا had made. لأن أصلا كانت هي إيه has made فتحولت بقت إيه has made طبعا بس perfect. Okay. اللي بعديها Ali said that he off his bike. Yes. طبعا هناخد had fallen. She told her friend that she out of bed yet. خدت بالك من yet؟ جملة ايه negative. يبقى طبعا hadn't got out. Okay. يعني ما استيقظتش او طلعت من سريرها لغاية الان 27 number 28 she said that she her sunglasses okay طبعا had broken من present perfect الى past perfect اللي بعد كده she says that she is a present okay طبعا هتختار hadn't opened They told me that they lunch yet. برضو لازم تيجي نيجاتيف. طبعا hadn't had. Okay. Lesson 3 and 4. الدرس الثالث والرابع. بالنسبة لل speaking. I'll help you. Okay. بيقول انا هساعدك. فلما تيجي تنقلها مباشر لغير مباشر هتقول he promised that he would help her. I'll look at the engine. He said that he would look at the engine. You will fail. They warned him that he would fail. I'll call you later. He promised to call me later. Exercises lesson 3 and 4. تمارين اللي على الدرس الثالث والرابع. Number 1. So that she was going out. Yeah, طبعا هنقول said that. Yes. اللي بعد كده. Mike me that he was visiting his grandmother today. طبعا told me. Number 3. Jane her mother that she wouldn't come home late. Promised طبعا وعدت مامتها yes number 4 check that everything was okay at school طبعا هنختار said that Diff that he couldn't do the homework because it was too difficult yes طبعا هنختار complained يعني اشتكى من الواجب انه ما يقدرش يعمله لانه كان صعب complained هنا The policeman, the children not to play football in the road. طبعا حذرهم هنا warned. The boy that the parrot wouldn't fly away. طبعا هنختار said that. He said that the parrot wouldn't talk to him. طبعا هنختار هنا complained. اشتكى. اشتكى من الايه البيروت اللي هو البغبغاء ما بيكلموش هي ذا جيرل ذات ذا بيروت وود بايت هير طبعا هنا حذرها ان ممكن البيروت البغبغاء ممكن يعضها ذا بوي ذات هي وود فيد ذا بيروت طبعا هنختار هنا بروميسد وعد ان هو هيطعم البيروت شي ذات ذا كار وودنت ستارت
She complained. اشتكت. The mechanic that he would look at the engine. طبعا said that. My uncle promised that he me a lift. That he would give. حاولت ولا لود. He promised that he her would help her. He knew that it would rain. She warned him that he, the glass, would break the glass. They said that he crazy. أنا اخترت طبعا was crazy. They told him that he was wrong. كان خاطئ. They told him that he would fail or fell. نختار طبعا أفضل would fail. أخبروا إن هو هيسقط أو هيفشل. He said that the beautiful city had under the ocean had disappeared. طبعا اختفت تحت المحيط. Farmers food for people. طبعا grow الفلاحين بيزرعوا الطعام. The house has always hot and cold water. طبعا fountain عبارة عن نافورة بإيه ماء بارد وسخن. Who is the legend of Atlantis? Okay. طبعا هنختار invented. مين اللي اخترع؟ Atlantis had been an island in Greece. On an island, طبعا على جزيرة. The volcano and the city was destroyed. Okay. طبعا the erupted, the volcano erupted. طبعا هنا صار الفولكانو اللي هو الفولكانو اللي هو البركان بيوصفوه ان هو ايه erupted. Yes. بعد كده number 26. The walls of the palace were with silver and gold. طبعا covered يعني مغطى. Yes. Covered يعني ايه مغطى بالفضة والذهب. بالنسبة لي الدرس اللي هو lesson 5 and 6 speaking. Close the door please. هنا بقى نتكلم على الجملة الامبارتيف اللي هي ايه imperative sentence الجملة الأمرية. يقول لك close the door please يعني اقفل الباب لو سمعت. يبقى هو تقول هنا he told his daughter يعني قال لبنته. وطبعا هنا بنربط ب 2 plus infinitive ايه to close. Yes. دي لو كانت الجملة مثبتة. طيب نشوف اللي بعديها. Don't talk please. ما تتحدث وما تتكلمش لو سمحت. اوكي. يبقى تقول he told the students. اربط هنا بقى بنوت عشان الجملة ايه منفية نيجاتيف. و 2 plus infinitive يبقى not to talk. Yes. Take the medicine 3 times a day. الدكتور بيقول لها خد الدواء كل يوم 3 مرات. يبقى the doctor told the patient to take the medicine 3 times a day. جملة number اللي بعديها don't touch anything. ما تلمس اي شيء. يبقى he told the girl not to. ربطت بنوت اهو plus 2. اوكي. ما ينفعش نقول طبعا to not. Yes. دي عبارة عن اللي هي ال indirect commands أو commands اللي هي الأوامر أو الجملة الأمرية. Yes. Exercises lesson 5 and 6 التمارين اللي على الدرس الخامس والسادس. Okay. He told his daughter the door. يبقى not to close ولا close to ولا close ولا إيه. Yes. طبعا نقول not to close. Okay. Not to close زي دور. احنا بنربط بنوت وبعد كده 2 plus A infinite. She told him yes not to talk. ما يتحدث. She told me yeah to sit down. To sit down. 2 plus infinitive.
He told the girl, okay, not to touch anything. طبعا not plus two plus infinity. The doctor told the woman the medicine three times a day. You better to take the medicine three times a day. She told him his hands, okay? You better to wash his hands. He told me on the bed, okay? You better not to stand on the bed. The teacher told us up, to stand up, two plus infinitive. He told his friends at him not to look at him. The teacher told me from 1 to 20, طبعا to count, ان انا عد من 1 to 20. My father me that I would get burned. Okay, طبعا هنا بابا حذرني, warned me, ان انا ممكن ايه اتحرق. When I feel tired, I sometimes asleep. يبقى I feel asleep, يعني أشعر بالنوم. She heard children to take them to the zoo. Okay, يبقى promise, طبعا وعدت أطفالها إن هي تاخدهم إيه الزو. She her father that she wouldn't stay in the sun too long. Yes, طبعا هنا اختار هنا اوكي promised, وعدت باباها ان هي مش هتقعد في الشمس كتير. The divers اللي هم الغواصين traveled in the to bottom of the ocean. اوكي طبعا هنا submarine, نزلوا بغواصة. It 2 weeks to sail to the place. يبقى it took, اخد وقت قد ايه. توك لازم يجي بعدها فترة زمنية. He was a very nice man. He was very to us. طبعا kind يعني عطوف. When the volcano طبعا erupted هنا, احنا هنا erupted يعني صار. Many people were killed, يعني بعض الناس ماتت. He told us many from the childhood in Africa. يبقى tales, tales هنا يعني حواديت, حواديت عن أفريقيا. She picked up the golden and put it onto her arm. طبعا golden bracelet اللي هي الغويشة. It was such a bad storm that four ships in the port طبعا sank. The last day of the voyage, the diver saw something unusual. طبعا هنا هتختار, طبعا هنختار ايه on. On the last day, يعني في اليوم الأخير. Exercises lesson. Lesson 7 and 8. Okay. آخر حاجة كده. Peter. Peter him to go away. Okay. You but told him to go away. Make the children to be quiet. Okay. طبعا هنختار هنا ايه told. Told the children, يعني اخبرت الاطفال. Liz me that she was very sad. Okay. طبعا told me برضو. سري. Yes. Fool that he had been. طبعا said that. The girls, their mother, that they would be back soon. Yuba told their mother. How many people the accident? Okay. طبعا هنا survived, يعني بقيوا على قيد الحياة من ايه؟ من الحادث.